أطلب بس لعل واحد منكم إلى الله أقرب بدعوة لطيفة يدعيها لأخوه لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بعد أنباء إصابته بسرطان المخ، السعوديون يدعون بالشفاء لإبراهيم العسيري. كان العسيري قد أعلن عبر حسابه على موقع تويتر عن تعرضه لأزمة صحية لم يكشف تفاصيلها، لكنه طلب الدعاء من جمهوره، وكتب في تغريداته في نهاية مايو أيار الماضي: لعل أحد منكم أقرب إلى الله مني، أحتاج جدا دعواتكم، متعب جدا، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا تنسى تصلي وتسلم على الحبيب قبل كل حال. اشهد الله أني ما أبغى أصور ولا أبغى أتكلم وأنا بهذا الوضع. وظهر إبراهيم العسيري لاحقا في فيديو بثه عبر حسابه على سناب شات من داخل المستشفى، مشددا على أن صحته أفضل، ليطلب مجددا الدعاء. ولم يكشف العسيري أي تفاصيل بشأن طبيعة التي ألمت به، لكنه ألمح في منشور نشر على سناب شات من داخل المستشفى السعودي الألماني الذي يتلقى العلاج فيه أن حالته الصحية تتعلق المخ والأعصاب. لكن يشهد الله أن تعب السنين اللي راحت من مشاهدات ومن متابعين ومن محتوى بدورهم. تناقل العديد من مستخدمي مواقع التواصل أنباء عن إصابته بورم في المخ، وقال مستخدم أنه سمع من أحد المشاهير أنه يعاني من ورم في المخ. سمعت من أحد المشاهير أنه في ورم، ادعوا له بالشفاء العاجل والعافية وجميع مرضى المسلمين يا رب. وأيده آخر إذ أوضح أن المشهور بريك الشلوي تحدث عن إصابة إبراهيم العسيري بورم، معلقا نقلا عن بريك الشلوي في سناب: مصاب بورم، أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيه وجميع مرضى المسلمين. أبشركم الحمد لله أموري طيبة، صحتي بخير، كل مالها تزين إن شاء الله. إلى ذلك انهالت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء للعسيري، ودعا له المشهور فهد مطر: الله يشفيك يا إبراهيم ويجمع لك بين الأجل والعافية ما قد قبلت، لكن نحبك ونحب مواضيعك الجميلة. وكاتب الناشط المعروف عبدالله مبارك الغيسات: دعواتكم لأخي الغالي الأستاذ إبراهيم العسيري صاحب المقاطع الجميلة والمفيدة والنشط في بعض وسائل التواصل صاحب هذا الحساب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه يا رب العالمين، ويجمع له ما بين الأجل والعافية، وما يشوف شر ويقوم بالسلامة. هذه إحدى مقاطعه، الله يشفيه. شكرا لكل من اتصل، شكرا لكل من أرسل، شكرا لكل من تضمن. اشتقت العظماء، اشتقت القصص، اشتقت لرفع الشاشة والإعلام. وعلق رجل الأعمال بندى محمد الدحيك: اللهم في اليوم الفضيل أن تشفي جسده المتعب وترد له عافيته، اللهم يا من تعيد للمريض صحته ويا من تستجيب دعاء اليائسين، اشفه واشف مرضى المسلمين أجمعين شفاء لا يغادر سقما يا كريم. دعواتكم لي صلى الله يقومني وكل مريض بالسلام يا رب يا كريم، واللي في عافية وصحة أحمد الله تراك في زحام. ويتميز إبراهيم العسيري بنشر المحتوى الإرشادي والتربوي، إذ يتابعه عبر تطبيق سناب شات أكثر من 2 مليون متابع، بينما يتابعه عبر تيك توك أكثر من 1 مليون متابع. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.